الحمد لله رب العالمين ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسم عميد هذه الكلية المباركة وباسم رئيس وأعضاء مختبر العلوم الإسلامية والإنسانية ودورها في البناء الحضاري، نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ الدكتور زين العابدين بلقريج حفظه الله في محاضرة ثانية وهي تتمة لمحاضرة أولى، وعنوان المحاضرة هو منهج الإمام ابن دقيق العيد في شرح الحديث النبوي وفقهه. وقبل أن نعطي الكلمة لشيخنا، يتلو علينا الطالب الباحث علي بليفلي آيات بينات من الذكر الحكيم، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة بعض ذكر بعض جوانب من حياته
وبعض شيوخه وبعض مؤلفاته، وكان قد ابتدأ في ذكر بعض المناهج أو من بعض المناهج لشرح الحديث، وسيكمل إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يثيبه خير الثواب والجزاء. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كلما ذكرك يا ربنا الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، والرضا عن آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار. أما بعد، نواصل الكلام على منهج الحافظ الإمام العلامة الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيد القشيري، وهو أبو الفتح رحمه الله، في منهجه في فقه الحديث. وهذا الرجل كما تقدم علم لا يشق له غبار، وبحر لا تكدره الدلاء، فهو علم في زمانه شهد له أهل العلم بالتقدم ورئاسة العلم، ولا يشهد لأهل العلم إلا أهل العلم، فهم العارفون بأقدار العلماء. وهو متميز رحمه الله في علومه بأن علومه دقيقة ومحققة ومنقحة وبارزة، وعلومه أيضا علوم غواصة، علوم نفاذة، علوم تستخرج وتستنبط ما يعصر على غيره استنباطه واستخراجه. وذكرت في الحصة الماضية أن أول عهد لي بهذا العلم الفقيه هو لما رأيت شرحه لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الذي هو حديث أصل في باب الطهارة، فوجدته شرحه في 40 ورقة خطية، يشرح حديثا واحدا في 40 ورقة خطية، وكانت الطبعة جيدة أو المخطوطة جيدة، النسخة الخطية كانت في غاية من الوضوح، وكانت مصورة بالتصوير الفوتوغرافي الذي هو عبارة عن لوحات مضيئة مشعة. تلك هي النسخة التي وقفت عليها، وهذا قبل أكثر من 40 سنة. فوجدته شرح هو الطهور ماؤه الحل ميتته، شرحه في 40 ورقة خطية. هذا الحديث الذي شرح في هذا القدر هو الذي طبع الآن في هذا الكتاب، ويقع في المطبوع من هذا الحجم يقع في 160 صفحة. شرح الحديث الذي هو عبارة عن جملة استخرج منه الأحكام والآداب واللغات والوجوه البيانية البلاغية، فأوصل الشرح لهذا الحديث الواحد إلى 160 صفحة، وهي الآن تقع في كتاب الشرح الإلمام من الصفحة 35 إلى 161 فيما أذكر، 100 إلى 161 إلى 161 بالضبط، هذا هو القدر الذي شرح فيه حديثا واحدا، 120 صفحة في شرح حديث، والحديث عبارة عن جملة. قالوا يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء،
فإن توضأنا به عطشنا. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذه الجملة وهذا السياق وفيه هذه القصة يسميها أهل الحديث قصة. نركب البحر، ذهبنا، سافرنا، خرج فلان، خرجت فلانة، هذه يسميها المحدثون قصة، يقولون في الحديث قصة. أيما شيء يتعلق بالخروج وبالدخول والجماعة يسمونها قصة. فهذا القدر الذي هو 120 صفحة وفي شرح حديث لا يتعدى هذه السطر الواحد. رحم الله ابن دقيق العيد، ما كان أبعد غورهم وأنفذ فكرهم وما كانوا عليه من هذا العلم الذي وهبهم الله عز وجل، حتى إن أحدنا على إياس أن يدرك هؤلاء. نحن والله على إياس، أي على يأس أن ندرك هؤلاء في علومهم وفي كل ما حباهم الله به من الخير ومن الفقه في الدين. كنا وقفنا، وكانت الحصة الماضية عبارة عن مقدمة، وكان فيها التعريف بابن دقيق العيد على وجه الاختصار، ثم ذكر بعض الفقرات التي يمص عليها في بداية شرح الإلماء وأنه يسلكها في شرح الحديث. فذكر من جملتها أنه يبدأ بذكر الحديث وتخريج الحديث وبيان درجة الحديث على مذاهب أهل الحديث أو بعض أهل الحديث، وقد يميل إلى ذكر درجة الحديث على طريقة الفقهاء. وأشرت في الحصة السابقة إلى أن هناك بونا أو هناك فارقا بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء في قبول الحديث ورده، وأن المنهجين متباينان، وأن المحدثين هم أهل الصناعة والرجوع في كل فن إلى أهله، فالرجوع إلى أهل الحديث في تصحيح الحديث، وأن الفقهاء مع ذلك لهم منهج في التصحيح والتضعيف، فهم لا يضعفون المتفرد بالرواية كيفما كان، ولا يعلون بعض ما يعله المحدثون ويردون به الحديث. والشذوذ عندهم عند الفقهاء لا يقولون به، لأن الشذوذ هو التفرد، وغير ذلك مما نص عليه صراحة. فابن دقيق العيد هنا كأنه يحاول التوفيق بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء في التصحيح والتضعيف، فيعتمد على أهل الحديث أو على بعض مدارسهم. وانظروا إليه يقول: لا أعتمد إلا على حديث صححه أهل الحديث أو بعضهم، وذلك يقتضي أن لا يعمد إلى حديث يحتج به وليس له سلف من أهل العلم في الحكم على الحديث بتمشية الحديث وقبوله. فإن لم يكونوا أهل الحديث فإنهم الفقهاء. وضربت المثال بحديث معاذ في الاجتهاد في الحصة الماضية، وأن الفقهاء يقبلون حديث معاذ في الاجتهاد ولا يقبله المحدثون، لأنه اشتمل على علل أربعة. فمع وجود العلل الأربعة أهل الحديث يضعفون حديث معاذ في الاجتهاد. ثم عرج على النحو، وعرج على الوجوه البلاغية والنحوية، وعرج على غير ذلك مما سبق بيانه. وجئنا وقفنا عند الاستنباط، والاستنباط هو الباب المقصود والمهيع المطلوب والضالة المنشودة، لأن ما تقدم إنما هي مدخل ومطالب تعين في شرح الحديث. ولكن المقصود الأول والأعظم هو الاستنباط من الحديث، إذ أن الأحاديث النبوية الثابتة
هي المصدر الثاني بعد المتشابه المثاني، فهي حجة واجبة ملزمة إذا ثبتت، جاءت بالشريعة لم ترد في القرآن، وإنما جاءت بأحكام في هذه السنن. والمقصود هنا أن ابن دقيق العيد رحمه الله كان يهتم بالحديث، كان يهتم بالحديث رحمه الله، ويبحث عن كل ما فيه فائدة أو استنباط يريد أن يستنبطه. في الاستنباط تميز منهجه بأنه يغوص غوصا وينفذ إلى بواطن الألفاظ، لأن بواطن الألفاظ تحمل ثمار الأشجار، فالمعاني الشرعية هي في أكناف الألفاظ المنطوية، ففيها تكون المعاني. ومن ثم قالوا إن الألفاظ هي أوعية المعاني، الألفاظ أوعية المعاني، أي هي وعاء للمعنى. وقد برع هذا الإمام في النفوذ إلى بواطن هذه الكلمات والبحث فيها، واستخرج ما ينبغي استخراجه من الفوائد. وتقدمت الإشارة المشهورة في الحصة الماضية مما يدل على منهجه النفاذ في استخراج المعاني والأحكام والآداب من الأحاديث، لما كان التمثيل بحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال قائلون هذا الحديث معناه أن المتوضئ أو المصلي إذا انتقض وضوءه فإنه سوف يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ. قال لهم ابن دقيق العيد نعم، هذا واحد من أمرين، فالأحاديث قد تكون حمالة لأكثر من حكم وحمالة لأكثر من معنى، لأكثر من معنى، فلا يعني يصح ولا يستقيم أن نستخرج معنى ونغفل المعنى الآخر. وهذا يدلك على عميق فهمه. قال لهم إن الحديث دال على انتقاض الوضوء، وهذا لا كلام فيه، إنما الحديث يدل على أن من انتقض وضوءه في صلاته فإنه يجب عليه أن يستأنف ولا ينبغي له أن يبني، وأن هذه الحالة لا تقبل البناء، إنما هو الاستئناف. فلو صلى ركعتين وانتقض وضوءه زالت الركعتان، فيتوضأ ويبني ويستأنف، يبدأ الصلاة من جديد، لا يقول أنا صليت ركعتين سوف أذهب وأتوضأ وأبني على الركعتين وأضيف ركعتين فتكون صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء. هذا مما يتيح لك أن تعرف ما أخذ هذا الإمام رحمه الله في الاستنباط. الاستنباط هو حقيقة الفقه عند أهل العلم، فحقيقة الفقه هو الاستنباط، والركن الأعظم في الفقه هو الاستنباط، فالقادر على الاستنباط الغواص على الأحكام
والمعاني والآداب في ثنايا النصوص الشرعية هو الذي يسمى الفقيه. وامتدح الله المستنبطين وأرجع الأمر إلى المستنبطين كما قال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمدح المستنبطين وأن الأمر إذا كان في استنباط فقه واستخراج أحكام وآداب وما يلزم وجب الرجوع إلى أهل الاستنباط. فحددت الآية أهل الاستنباط وأن هناك أهلا أو مؤهلين للاستنباط. فحقيقة الفقه هو الاستنباط كما قال أهل العلم، وكما في قوله عز وجل في قوله عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الحديث أيضا دال على أن هناك أهلية للاستنباط، وأن هناك أهلين للاستنباط أو مؤهلين للاستنباط، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فهو يحمل الفقه ولكن لا يفقهه، وإنما يفقهه من حمل إليه ذلك الفقه. فشبه المستنبط كبحار يغوص في الماء يبحث عن الصدف وعن الجواهر واللآلئ الثمينة، هكذا شبه المستنبط. قالوا: ما شبهه إلا كغواص يبحث عن الدر في أعماق الماء أو في أعماق البحر، فكلما غاص في بحر فطنته استخرج درا، وغيره مستخرج آجرا. ما هو الآجر؟ هو الياجور، يسمى الآجر، وهي كلمة غير عربية، كلمة غير عربية ليجور. والآجر هي التي توجد في كتب اللغة، وهي ليست في أصلها عربية. فهذا يستخرج ضرا ولآلئ وصدفا وجواهر ثمينة، وهذا يستخرج حجرا. والمقصود أن الاستنباط هو الباب الدقيق والمهيع الشريف للمستنبطين وللمتفقهين. لما جاء إلى الاستنباط رحمه الله نص على أنه سوف يستنبط من الأحاديث ما يتيسر له، وهذه طريقة العلماء، دائما يكون معهم التواضع الذي لا يخل منهم بدرجة علمية ولا يرقى بهم إلى ما ليس لهم من المراتب، فإن التواضع سمة المتعلمين، وكلما تعلمنا وازددنا علما كلما تواضعنا وكلما أحسسنا بالراحة. وأما الذي لم يكمل فإنه سيعيش مخاضا، وتلك هي المشكلة التي توجد في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة أيضا، أن الإنسان إذا لم يزدد علما وبقي في مكانه فإنه سوف يكثر تعثره ويكثر تشدقه ويكثر تطاوله، وإنما بسبب عدم بلوغ المبلغ المطلوب من العلم. قال: الكلام على المعاني التركيبية والفوائد المستنبطة والأحكام المستخرجة، وهذا هو المقصود الأعظم. يقول ابن دقيق العيد سوف يتكلم على المعاني التركيبية. المعنى المركب ليس هو المعنى المفرد. المركب هو ما ركب، لفظ مركب مع لفظ، ألفاظ مع ألفاظ مع ألفاظ، صار تركيبا. فالمركب يعطي المعنى الذي لا يعطيه المفرد، فمضاف ومضاف إليه مركب، وكلمة لفظة واحدة عارية عن الإضافة تسمى مفردة. يلفت العلماء إلى أن المعاني التركيبية
ليست هي المعاني المفردة، فالألفاظ إذا ركبت أعطت معنى آخر، فوجب رعاية المعنى المستخرج أو المستنبط من الألفاظ التركيبية، وأنها لا تعطي المعنى الأصلي. وهذا متفشي أو منتشر كثيرا في كتب العلماء. والفوائد المستنبطة، الفائدة هي المغزى من معرفة العلم، هو أن ينال الدارس الفوائد العلمية. الفائدة العلمية هي فائدة عامة، قد تكون فائدة في حكم، قد تكون فائدة في أدب، قد تكون فائدة في لغة، قد تكون فائدة في أي شيء. ما أكثر الفوائد المستنبطة. وقد علمتم أن العلماء لما يستنبطون وتتوسع استنباطاتهم فإنهم يستخرجون من الحديث الفوائد المتناثرة أو المجتمعة، يستخرجونها وتكون فوائد كثيرة، كما فعل الإمام ابن القاسم الطبري من الشافعية القدامى المتوفى سنة 335، متقدم هذا، متقدم جدا. 335 توفي ابن القاسم أبو العباس الطبري، استخرج من حديث يا أبا عمير ما فعل النبير، استخرج أكثر من 50 فائدة. وهناك من أضاف كالحافظ العراقي زين الدين محمد بن حسين الكردي، أضاف إلى أن أوصلها إلى 60 فيما أحسب وأذكر، ثم جاء من بعده وبعضهم أوصلها إلى 100 فائدة كما أشار بعض العلماء. فعبارة يا أبا عمير ما فعل النغير يستنبط منها هذا القدر من الاستنباطات، شيء عجيب، هذا شيء عجاب، شيء عجاب. وإلا لو سطرنا الجملة في السبورة وقلنا هلموا أجمعون نتعاون في استخراج واستنباط ما فيها، كم سنستخرج؟ لا نتجاوز 10 فوائد. ولكن مستخرج هذه 50 وهذه 60 وهذه 100، وذلك لفرط ذكائهم وسيولة أذهانهم وغزارة فقههم، وكون القوم كانوا مع الله، فالذي لا يكون مع الله ولا يستقيم وفق طاعة الله أن له أن يكون من أهل الاستنباط. والله يثني على هؤلاء المستنبطين الذين يستخرجون المعاني. فالفوائد عامة تستخرج، وما أكثر ما يستنبط العلماء. وقد عرفتم في مادة الاستنباط أن العلماء استنبطوا في الأحكام الجارية والنوازل الواردة، استنبطوا أشياء كثيرة. وتذكرون قصة مالك لما حلف رجل بطلاق زوجته إن كان قمريه يسكت عن السياح، قالت زوجتي طالق إن كان هذا القمري يسكت عن السياح، والقمري طائر معروف، فهو يقسم أن قمريه لا يسكت عن السياح وأنه يحلف بطلاق زوجته، وهذا من غلط الرجال ومن طلق من غلط المتسبعين أن يجعل طلاق زوجته في بعض أموره الخاصة، هذا من الغلط. لكن حصل في عصر الإمام مالك كما روى القرطبي ابن الفخار القرطبي المتوفى 419 في كتاب نصرة عمل أهل المدينة والرد على المخالفين، وسماه الانتصار لأهل المدينة، وهو مجلدة لطيفة مفيدة فقهية في الدفاع عن أهل المدينة وفقه مالك رحمه الله. ذكر في مقدمته هذا الأمر، وقال جاءوا إلى مالك قالوا يا أبا عبد الله، هذا رجل حلف بطلاق زوجته وأن زوجته طالق إن كان قمريه أو طائره يسكت عن السياح. فقال لهم مالك زوجته في حبالته، أي في عصمته،
وكيف فهم مالك ذلك؟ ما هو وجه الفقه؟ ما هو وجه الاستنباط؟ قالوا إن مالكا استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي قالت: يا رسول الله، خطبني أبو جهل وخطبني معاوية بن أبي سفيان، وتحيرت من أقبل منهما. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا الجهم لا يحط عصاه عن عاتقه، وإن معاوية رجل صعلوك، أي لا مال له. فوصف لها الرجلين وهي ستختار من تريد منهما. قوله عليه الصلاة والسلام: إن أبا الجهم رجل لا يحط عصاه عن عاتقه، كناية عن ضرب من المعنى، المعنى أنه يكثر، فهذا معناه أنه يكثر السفر، وهذا يكثر ضرب النساء، وهذا يقول إن الكمرية لا يسكت عن الصياح، أي أن معظم أحواله أن يصيح، فقصد معظم الأحوال ولم يقصد كل الأحوال. وهي جملة عربية معروفة، يقال للرجل: هذا الرجل لا يتعب، أي كثير أحواله أنه لا يتعب، ولكن سيتعب مرة من المرات. فنفي الصفة معناه استغراق ما لأجله حصل النفي. لا يتعب أي أنه يغلب عليه النشاط والحركة والقوة في العمل، وأنه قلما يتعب، فلا بد من التعب. فحملها مالك على قلة الأمر وأنه قلما يصيح الأمر، وبذلك بقيت المرأة في عصمة زوجها. وهكذا كانوا يستنبطون. الاستنباط مهيع شريف لأهل العلم، وهو المقصود أعظم كما يقول ابن دقيق العيد في وصف منهجه وما اعتمده في شرح الحديث واستنباط ما يمكن استنباط منه. والإمام الشافعي لما جاء سفيان بن عيينة رحمه الله قال للشافعي رحمه الله: يا أبا عبد الله، حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكون الصحابيين مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية، يكلمها، فلما مر الصحابيان قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صفية، إنها زوجتي. قالوا: سبحان الله يا رسول الله. سبح لأجل بيان أن أحدا من المسلمين لا يشك في النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشك في إيمانه ولا في دينه ولا في التزامه بأحكام الله، لا أحد يشك في النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال: سبحان الله يا رسول الله، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أو لهما: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وهذا قد يسرع إلى نفس الإنسان أن يتهم إنسانا رآه في جهة فقال: وما الذي يأتي به إلى هذه الجهة؟ هو منزه عن هذا الحي ومنزه عن هذا المكان، لكن لا تدري كيف دخل هو، كيف دخل. وقد تدخل مداخل في حياتك أنت لم تتوقع أن تدخل فيها مع ذلك. وقد حكينا للطلبة قديما من هذا الكثير، كلما حضرت نازلة نحكيها للطلبة لأجل العبرة. والمقصود هنا أن الشافعية شرح الحديث لابن عيينة، والابن عيينة هو الحافظ المحدث الإمام الذي قيل فيه: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. من يشرح؟ الشافعي. لمن يشرح؟ لابن عيينة. شوف العلماء كيف يلتقون، لكن بشرط أن يكون العلم، فإذا اختل شرط العلم وقعت المشاكسات.
والمهاترات والمناورات وما يشبه ذلك. قال له الشافعي: إن هذا الحديث معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشك في أنتما في موقف كهذا، فينبغي لكما أن تعلم الناس بما أنتما فيه حتى لا يتسرب شك إلى نفوسهم. فتعلمنا هذا الأدب من هذا الحديث، واعتمدنا شرح الإمام الشافعي واستنباطه من الحديث، فهو الذي استنبط من الحديث ما استنبط. وهكذا تجدون في المتقدمين من أهل العلم من أئمة الإسلام تجدون هذه الأمور التي تتعلق بالاستنباط. قال: وهو المقصود الأعظم من المقصود الأعظم من شرح الحديث. طيب، الاستنباط قلنا هو الفقه، والاستنباط لا يقدر عليه إلا من تأهل، وأهلية المستنبط أن يكون عارفا بالكتاب، قيل أن يكون حافظا وهو الأحسن، وقيل أن يكون عارفا بآيات الأحكام وهي أقل ما يكون، وأن يكون استدلاله من القرآن سهلا واستحضاره للاستدلال من القرآن متمكنا منه في أي ساعة يطلبه يحضر، وتسمى قوة الاستحضار، يستحضر الاستدلال من القرآن. وأقل ما يكون في حق المستنبط هو هذا، لأنه يحتاج إلى أن يفسر آية بآية فيستحضر الآيات، وهذا يلزمه أن يكون حافظا للقرآن. وإن كان كثير من المحققين لا يشترطون الحفظ ويقتصرون على آية الأحكام، وأن تكون معرفته بالآيات التي يحتاج إليها معرفة كاملة، وعنده قوة استحضار لها حين يحتاج إليها، وأن يكون عارفا بالسنة، وأن يكون عارفا بأقاويل الصحابة، وأن يكون عارفا بالفقه وأصوله وقواعده التي تمكنه من الاستنباط. وكل علم يعينه على الاستنباط فهو مطلوب في حق المستنبط. ثم هذا المستنبط وهو الإمام ابن دقيق العيد، عند استنباطه يقع له شيء، وهو أنه رحمه الله يتوقف عند بعض ظواهر النصوص في الشرح، وهذا منهج، يتوقف عند ظواهر الأحاديث التي يشرحها، بمعنى أنه يقول بالظاهر، وأن الأصل في استنباط ما يستنبط من الأحاديث ومن الآيات الأصل هو الظاهر، وأن الظاهر لا انصراف عنه ولا محيد عنه، فإنه هو الأصل. ومن ثم وجب التزام الظاهر. لقد بقي ابن دقيق العيد في كلامه وشروحه وحياته يركز على الظاهر والمؤول، الظاهر عكسه المؤول والتأويل، فأخذ يشرح أن الأصل هو الظاهر، ولا عدول عن الظاهر إلا بقرينة صارفة للظاهر من المعنى القريب إلى المعنى البعيد. وهذا هو اتفاق بين العلماء، لا نجد أحدا يذهب إلى التأويل من غير حاجة إلى التأويل، فإن التأويل بأقسامه الثلاثة وأنواعه المعروفة عند أهل العلم، إما أن يكون تأويلاً صحيحاً وهو أن توجد القرينة الصارفة التي تدل على نقله من المعنى القريب إلى المعنى البعيد، فإن كان التأويل لدليل أو بدليل فهو تأويل صحيح، وإن كان التأويل لما يظن دليلاً فهو تأويل فاسد،
وإن كان التأويل لغير شيء فهو لعب، فهو لعب. وتلاحظون أن بعض الأصوليين أطلق عليه اللعب، وانظروا البحر المحيط للزركشي تجدونه يصرح به وأنه لعب، لأن العلم ليس مزاجا وليس شهوة يشتهيها المشتهي حسب هواه وحسب ما يبغي ويريد وحسب ما يناصر منهجه أو مذهبه أو نحلته، وإلا سيدخل أهل الأهواء من هنا فيقعون في النصوص تمزيقا وفتكا وتأويلا والصفر عن الظواهر، ويتأولونها ويتعسفون في تأويلها فيقعون فيما يسمى اللعب، ولا ينزه أحد من هذا الأمر إذا لم يقم بآدابه. فإذا أخطأتنا الآداب يجوز علينا أن نقع في شيء من اللعب أو من القول بالتأويل الفاسد، فهما أمران ينبغي تجنبهما في تفسير النصوص الشرعية. فلاحظ من الأمثلة الكثيرة في قضية التجني على الظواهر ما يشير إليه العلماء، وفي كلمة للإمام ابن العربي رحمه الله في التكبير في الأيام المعدودات لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه في أيام معدودات هي أيام التشريق، أمر الله بذكره في أيام التشريق وسمها أياما معدودات وليست يوما واحدا، فظاهر الآية أنها أيام معدودات. ولأهل العلم في ذلك كلام، وأن أيام التشريق هي 11 و12 و13، فتسمى أيام التشريق لأنها تشرق فيها اللحوم، هكذا فسرها بعضهم وقيل غير ذلك، فسميت أيام التشريق وأنه لا صيام فيها، وإنما هي أيام أكل وشرب وحمد لله كما ورد في الأحاديث. بعضهم قال يكبر الله عز وجل، قال: واذكروا الله في أيام معدودات. ذكر الله هنا هو التكبير، التكبير هو في مقدمة ذكر الله، فيكبر المكبرون في الأيام المعدودات، وهذا ظاهر الآية. بعضهم قال يكبر يوم عرفة ويقطع العصر من يوم النحر، قال يكبر يوم عرفة ويقطع يوم النحر، تصورتم يوم عرفة هو ليلة العيد، إذن سوف يكبر من ليلة العيد الذي هو يوم عرفة، وسوف ينقطع أو يقطع التكبير يوم في العصر من يوم النحر. كم من الأيام ذكر فيها الله؟ ليلة ونهارها. والله عز وجل يقول: واذكروا الله في أيام معدودات وأيامها 3. قال ابن العربي رحمه الله: وأيامها أي الأيام المعدودات 3. وقد قال هؤلاء يكبر في يومين فتركوا الظاهر، نعى عليه ابن العربي وأنكر عليهم تركهم للظاهر، قال فتركوا الظاهر، ها هم العلماء ينكرون على من يترك الظواهر، والإنكار واضح، وهو في الإنكار على من ترك الظاهر حين يتعين الظاهر ويذهب إلى التأويل ولا حاجة له أو به إلى التأويل، فهذا هو الذي ينكره العلماء، إنما يشترطون للانتقال إلى التأويل أن يكون بشروطه،
وأن التأويل عند العلماء يتناول عدة معاني، فمنها التأويل بمعنى التفسير، باب القول في تأويل قوله تعالى أي في تفسير قوله تعالى، والتأويل الذي هو الانتقال من المعنى الظاهر أو المعنى القريب إلى المعنى البعيد مما يسميه الناس مجازا، ومنه التأويل الذي بمعنى ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، تأوله النبي في الركوع فقال: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا تأويل، وهي العمل بالأمر القرآني، فسبح بحمد ربك واستغفره، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقولها عليه الصلاة والسلام في الركوع، هذا يسمى التأويل أيضا. فهذه أنواع من التأويل ثلاثة، لا ينصرف الإنسان إلى التأويل إلا لوجود القرينة الصارفة. وبقي هذا الإمام رحمه الله يدافع عن هذا الحرم المنيع وهذا المنهج العتيد، ويرى أن الناس قد تجنوا على ظواهر النصوص بحملها على معاني مستبعدة فتأولوا ولم يفلحوا، كما صرح في مواطن من كتابه أو من شرحه. ومن كلامه في ذلك رحمه الله، من كلامه وقد كثر كلامه في قضية التأويل وقضية الابتعاد عن الظاهر إلى المعنى البعيد، لقد تكلم كثيرا في ذلك وأبعد. يقول رحمه الله: إن بعضهم يحصل له تخيل في النص، يتخيل، التخيل يورث المخايل، المخايل هي التخيل، تخيل، والتخيل لفظة واضحة المعنى، فالمتخيل ليس متيقنا وإنما يتخيل، تخيلت فلانا في هذا المكان، تخيلت هذا الأمر، أنت تتخيل وهو جاي من الخيال، والخيال ليس هو الحقيقة ولا اليقين. فاستعمل ابن دقيق العيد رحمه الله عبارة التخيل، وأنه يتخيل في الحديث معنى بعيدا ويحسبه هو المعنى المراد في الحديث فيعتمده ويقول: هذا الحديث مؤول، وإنما أوله لأجل تخيله وليس لأجل يقينه، فيصدق عليه أنه تأويل لغير دليل فيسمى لعبا، أو لما حسبه دليلا فهو تأويل فاسد، وفي كلتا الحالتين هو غير مقبول. فسواء كان التخيل لما عده دليلا أو يحسبه دليلا وليس بدليل، أو للآخر الذي يسميه أنه بغير دليل فيكون ضربا من اللعب. ذكر ذلك رحمه الله وأعاده مرارا، وهو موجود في كتبه هذا نصه رحمه الله، ولكن ذكر هذا الكلام في غير هذا الكتاب، له كتاب اسمه شرح العنوان لابن دقيق العيد. قال في التأويل، وهو يؤصل لمنهج التأويل في شرح الأحاديث النبوية، ومتى يحل
أو يحل التأويل ومتى لا يحل. فإذا لم يحل التأويل بقينا على الظواهر، والظواهر هي الأصول. قال: وشرطه، أي شرط التأويل، أن يكون الظن المستفاد من ذلك الدليل على التأويل المرجوح. لأننا إذا قلنا بالتأويل فإننا سوف نصير المرجوح راجحا، لأن الأصل في التأويل أنه مرجوح ولا يكون راجحا إلا بدليل، فيحل محل الظاهر. وذاك أمر يتطلب أن يكون له، أن يكون الأمر على ما وصف ابن دقيق العيد وأهل العلم، أن يكون الدليل صحيحا، وهو الذي قادك إلى التأويل. وشرط أن يكون الظن المستفاد من الدليل على التأويل المرجوح. ما معنى على التأويل المرجوح؟ على التأويل، ولأن التأويل هو مرجوح والراجح هو الظاهر. ومتى ينقلب الأمر يصبح المرجوح راجحا وهو التأويل، ويصبح الظاهر مرجوحا وهو الأصل، ومع ذلك صار مرجوحا أي مستغنى عنه، وإنما العمل بالراجح. قال: على التأويل المرجوح أقوى من الظاهر، يجب أن يكون الظن أقوى، يجب أن يكون أقوى. إذ اشترط للقول بالتأويل أن يكون التأويل بظن أقوى، سماه ظنا أقوى من الظاهر. هذه الجملة أو اللفظة يجب تحققها، وإلا لا يمكن أن نقول بشيء من التأويل مع عدم وجود الظن القوي الذي يصرف الظاهر الراجح من ظاهره إلى المعنى المرجوح الذي يسمى التأويل. ويكون التأويل هو المعتمد وليس الظاهر. قال رحمه الله: وكلما كان أبعد احتاج إلى دليل أقوى لما ذكرنا. كلما كان التأويل أبعد ما يكون من ظاهر النصوص أو من ظواهر النصوص، كلما احتجنا إلى ظن أقوى. وكلما كان أبعد احتاج إلى دليل أقوى لما ذكرنا. كلما كان التأويل أبعد ما يكون من الظاهر، وإذا قيل، إذا سمعت أحدهم يفسر ظاهرا بمعنى بعيد سوف تستغرب وتستنكر. فإن جاءك بظن قوي فإن الظاهر أصبح مرجوحا والتأويل أصبح راجحا، ونفيء وقتها نفيء إلى التأويل. يقول: وكلما كان هذا الظن الذي يصرف النص الظاهر من ظاهره إلى المعنى المؤول كلما كان أقوى، كان مطلوبا. وكلما كان أبعد احتاج إلى دليل أقوى. كلما كان التأويل أبعد ما يكون من الظاهر احتجنا إلى دليل أقوى وإلى ظن أقوى. هكذا، هذا بعض ما ذكره رحمه الله في التأويل، وهو نصه من شرح العنوان وليس في كتاب شرح الإلمام. لا أدري إن كان ذكره أيضا هنا، لكن هو منقول من كتاب شرح العنوان لابن دقيق العيد رحمه الله. إذن قضية التأويل وقضية الظاهر، ابن دقيق العيد منهجه صارم فيها، لا يقبل فيها مساومة ولا موادعة ولا مخارجة، إنما يعتمد على الظواهر وأنها الأصل في النصوص، وأن التأويل هو أمر يلد إذا وجد دليله، فإن لم يوجد دليله فلا حاجة بنا إلى
التأويل، وكثير من الخلافات الواقعة في أصول الدين وفي الفروع أيضا وفي بعض الأحكام أيضا، كثير منها راجع إلى الإفراط في استعمال التأويل. يفرطون في استعمال التأويل إلى أن سموا المؤولة ووصفوا بالتأويل، فيأتون إلى الظواهر يتأولونها بناء على ما حسبوه دليلا وليس بدليل، ولم يكن عندهم عليه ظن قوي يرجح التأويل على الظاهر، فبقوا على هذا الأمر. وكثير مما يحصل في هذا الباب لهؤلاء من هذا القبيل. في الاستنباط رحمه الله يعمد ابن دقيق العيد إلى شيء رحمه الله، إلى أشياء كثيرة، منها أن هناك علما يسمى المناسبة. توجد أو يوجد علم المناسبة في القرآن، ويوجد علم المناسبة في الحديث، والمناسبة هي المناسبة بين الآيات فيما بينها. لما جاءت هذه الآيات في شرب الخمر بعد الآيات الواردة في الشرك أو في التحريم، في تحريم النساء مثلا؟ لما جاءت هذه الآيات عقب هذه الآيات؟ ولما أخرت هذه الآيات بعد تلكم الآيات؟ وجود الآيات في القرآن هو توقيفي، ليس لأحد فيه دخل، لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للصحابة، وإنما هو توقيفي، فالله أمر بوضع الآيات هكذا، وكذلك السور توقيفية، الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء وهلم جرة إلى من الجنة والناس. الترتيب للآيات توقيفي، والترتيب للسور في القرآن في المصحف توقيفي، هذا يسمى التوقيف. علم المناسبة، لما جاءت هذه السورة بعد هذه السورة؟ لما جاءت هذه الآيات بعد هذه الآيات؟ جمع فيها البقاعي كتابا كبيرا سماه التناسب بين الآي والسور، يقع في 20 مجلدة طبعة الهند، البقاعي برهان الدين متوفى 885، من أنجب تلامذة ابن حجر مع السخاوي. جمع هذا الكتاب الذي يعد أكبر كتاب في علم المناسبة، وكان ابن العربي المعافري الإمام الألمعي الحافظ الفقيه العلامة رحمه الله، كان جمع كتابا في المناسبة، قال: ورأيت الناس ينصرفون عنه فجعلته بيني وبين الله. وأنه في زمانه لم يجد من يعتني بعلم المناسبة في القرآن، هذا في القرآن. في الحديث توجد أيضا المناسبة، أحيانا يكون الحديث في معنى واحد، وتجد الجمل في الحديث مهما قالت هي في معنى واحد، وأحيانا تجد جملتين إحداهما لا تشبه الأخرى وهو حديث واحد، مثل حديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ونهى عن الوشم. العين حق ونهى عن الوشم. الوشم، ما العلاقة بين الوشم وبين أن العين تصيب وأنها حق؟ عند النظر أول وهلة لا يظهر هناك مناسبة، هذا أمر وذاك أمر، فيبحث العلماء عن المناسبة، أمران مختلفان. هل المقصود أن العين هنا المقصود منها الإصابة بها أو الإصابة بها، وأنه حق وشيء ثابت في الواقع والوجود، والعين لها أثر، وأما الوشم فهو ما يشم به الرجل جسمه بأن يغرز إبرة ونحوها في البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشي ذلك الموضع بالكحل أو نحوه فيخضر، هذا الوشم.
تعرفه عند العلماء، يغرس إبرة في جسمه حتى يسيل الدم، ثم يحشي هذا بالكحل فيخضر المكان فيصير أخضر. ولعل اليوم توجد أساليب أخرى جديدة إلكترونية في الوشم، وكله نهى عنه الإسلام، فأمة الإسلام ليس فيها وشم ولا تشم ولا تتعلق بالوشم ولا تغير خلق الله، فإن من تغيير خلق الله هذا الوشم الذي ابتلي به البعض، وهو بعيد عن دينهم وبعيد عن ثقافتهم الدينية وعن آدابهم الشرعية فيقعون في هذا الوشم، فهو شيء منهي عنه. أما الذي يعنينا هنا العلاقة بين العين وبين الوشم ما هي؟ هما حقيقتان مختلفتان. تأمل، العين شيء والوشم شيء آخر، لكن الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال لم يظهر المناسبة بين هاتين الجملتين، كأنهما حديثان مستقلان، كأنهما حديثان مستقلان. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أخبر بأن العين تصيب وأنها حق، ونهى عن الوشم، فبدل النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر بحقيقة وأن ينهى عن فعله، فجمعهما في حديث. قال الحافظ فكأنهما حديثان مختلفان، هل هذا حديث وهذاك حديث آخر. ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من روايتهما، مع أنهما أخرجاه من رواية عبد الرزاق الذي أخرجه البخاري من جهته. ويحتمل أن يكون المناسبة بينهما اشتراكهما في أن كل منهما يحدث في العضو لونا غير لونه الأصلي، يا زيادة، أن كل منهما يحدث في العضو لونا غير لونه الأصلي، فالعين تحدث أثرا في من عينته، والوشم يحدث أثرا ولونا أيضا في أولئك الذين يشمون، فكلاهما اجتمع في هذا الأمر، العائن عين فأصابت المعيون عينه وأثرت فيه، وكذلك الوشم يؤثر، والوشم تغيير لخلق الله وإفساد لجسم الإنسان وخريطة غير مقبولة في الأذرع وفي الرؤوس وفي الأعناق وفي الأرجل وفي كل مكان، هذا شيء ما أبعده عن خلقة الإنسان التي خلق عليها، وقد خلقه الله في أحسن تقويم. أفنسي الله أن يزخرف الإنسان فجاء هؤلاء يزخرفون أبدانهم؟ والله عز وجل لم يكن نسيا، وما كان ربك نسيا، وخلق الإنسان في أحسن تقويم. لو جئت إلى هذا الإنسان المخلوق تريد أن تتصوره في خلق آخر غير الخلق الذي خلق عليه الإنسان لما وجدت أحسن من هذا الخلق. أشار إليها بعض علمائنا ونحن الصغار، الشيخ خليل الورزازي رحمه الله قال لنا في المسجد ونحن الصغار لا يمكن أن يكون الإنسان إلا في هذا الشكل وهو أحسن تقويم، ولو بذل الباذلون جهدهم في تصور الإنسان على خلقة غير خلقته التي خلقه الله عليها لما أفلحوا، فقد جعل الله له اللسان والشفتين، وجعل له الوجه، وجعل له الأطراف، اليدين لا يمكن أن يكون إلا يدان ورجلان، ولكن اللسان واحد، والعينان لا بد من عينين ولا بد من أذنين، ولكن الشم واحد، الأنف واحد، ولله ضربه رحمه الله طيب ثراه. قال ولو جعل الله لك عينيك تحت إبطك لذهبت تشتري الخضر وقلت لصاحب الخضر بكم هذه الخضر، ورفعت إبطيك لترى الخضر. هذا مما حفظته عنه وأنا صغير رحمة الله عليه. هذا الشيخ خليل الورزازي كان من الفقهاء والعلماء، وكان مفسرا فقيها فرضيا كبيرا رحمه الله. أدركناه في عمره وكانت ما زالت به قوة،
وجلسنا في حلقته مدة من الزمن، وسألته وجلست في حلقته واستفدنا منه جزاه الله خير الجزاء، الشيخ خليل الورزازي المراكشي رحمة الله عليه. إذن المناسبة ابن دقيق العيد يلحظ كل شيء في النص، فإن كانت المناسبة يرعاها. كذلك في قضية الظاهر والمؤول يتساءل البعض كيف يصرف الفقهاء، كيف يصرف الفقهاء الظواهر الموجبة لحكم، كيف يصرف الفقهاء الظواهر الموجبة لحكم من الأحكام من الوجوب إلى الكراهة. جاء هنا في صفحة 250 المجلد الأول، صفحة 250، فقال هذه المعلمة، قال في حديث من الأحاديث وهو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، هذا هو نص الحديث أخرجه أبو داود. قال رحمه الله ظاهر النهي التحريم لا يجري، قال ظاهر النهي هو التحريم، فمن يقول بالظاهر يذهب إليه، ومن رأى ذلك مكروها غير محرم فقد خرج عن الظاهر. هو يعالج موضوع الظاهر والمعنى البعيد والمعنى القريب. قال رحمه الله ومن رأى ذلك مكروها لم يره محرما، هذا للتفريق بين التحريم والتحليل أو بين الحرام والحلال في الأحكام، وهو مطلب أكيد مؤكد، لأننا أحيانا نأتي إلى الكراهة فنحرمها على الناس، أو نأتي إلى التحريم فنقول هذا من قبل الجائز لأنه مكروه، فنصرف الأمر عن حقيقته، وكلا الأمرين لا ينبغي أن يكون في الأحكام. فإن صرف النهي الذي أصله للتحريم، إن صرف بحق وبدليل وبعلم إلى الكراهة فهو للكراهة، وإن لم يصرف للكراهة بدليله بقي على الكراهة التي هي الكراهة التنزيهية ولا يكون محرما. قال رحمه الله ومن رأى ذلك مكروها غير محرم فقد خرج عن الظاهر، فيحتاج إلى دليل يقتضي ذلك. شوف العلماء، شوف الانضباط في شرح الحديث، شوف انضباط المنهج، لم يقل أنا عالم كبير سوف أفعل في العلم ما أشاء وأغير وأبدل وسوف أستجيب للجهة الفلانية أو أستجيب لفلان أو لأجل مجاملة هذه الهيئة، لا لم يقل شيئا من ذلك. قال لابد له من دليل يقتضي صرف النهي من ظاهره الذي هو التحريم إلى المعنى البعيد الذي هو الكراهة، وليس الطريق ها هنا كالطريق في الحديث الذي قبله. قال رحمه الله فمن قام عنده الدليل على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير جعل ذلك مانعا من إجراء النهي على ظاهره. شفت هنا ذكر قاعدة أو ذكر استنباطا من المناهج التي يستنبط بها العلماء الأحكام والقواعد، قال إن صرف النهي من التحريم إلى الكراهة إنما هو عند من فعل ذلك بسبب أن الدليل أو لأنه قام عنده الدليل على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فجعل ذلك مانعا من إجراء النهي على ظاهره. قالوا لأن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وهذا الذي بال في الماء فتبوله قد لا يغير طعما ولا لونا ولا رائحة للماء فيكون ماء قابلا للتطهر يتطهر به الإنسان فهو مجزئ في الطهورية. قال فاستدلوا بهذا الأمر
لأجل صرف النهي عن ظاهره إلى الكراهة. قالوا فما دام الماء لا لم يتغير ببول إنسان، والحد هو التغير، والماء إذا لم يبلغ قلتين لم يحمل الخبث، فما دام في حدود القلتين ولم يتغير له طعم ولا لون ولا رائحة جاز التطهر به. وقياسا عليه الأطعمة، فالأطعمة إذا سقطت فيها نجاسة لم تغير لها طعما ولا لونا ولا رائحة، وكانت بلغت قلتين كالحليب وقع فيه النجس أو النجس ولكنه لم يغير له أحد الأوصاف الثلاثة وكان قد بلغ قلتين، فهذا يكون مباحا عند أهل العلم. ومثل الأجبان الواردة من الروم والتي يضعون فيها المنافح، والمنافع مادة نجسة في الأصل لأنها مأخوذة من معدة عجل ميت وليس مذبوحا، فيضعونها، فهي المنفح الذي يسميه الفقهاء المنفح أو المنافح، وهي التي تجعل الحليب مجمدا فيصبح جبنا. والمقصود أن هذا في الطهارة وهذا في المطاعم أيضا نفس الحكم، وقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام من أجبان الروم ولم يستفسر، مع علمه بأنهم يستخدمون المنافع. ومن ثم قال الشافعي ترك الاستفسار مع قيام الاهتمام ينزل منزلة العموم في الاستدلال، فلم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل عدم استفصاله، نزل منزلة العموم في الاستدلال، فتؤكل الأجبان الوافدة من الروم مع وجود المنفح فيها إذا كانت ألبانا من حيوانات مأكولة كالبقر والغنم والإبل وسائر ما يشرب حليبه ويباح حليبه. إذن ظاهر النهي في الحديث التحريم يقول ابن دقيق العيد، ومن حمل الظاهر على معنى آخر وهو معنى الكراهة وليس التحريم قال لأن الماء عنده لا ينجس إلا بالتغير، وهذا متفق عليه. قال فهو الذي صرف النهي عن ظاهر التحريم إلى الكراهة، فأشار إلى هذا. وهذه من الفوائد العزيزة التي تقتنص في كتب هذا الإمام البارع. أثناء الشرح وأثناء الاستنباط والتفقه في الحديث، ما أكثر ما كان يفعله رحمه الله مما التزم به في مقدمة شرحه من اعتماد ما تقدمت الإشارة إليه من عدم الميل والتعصب في ذلك لمذهب معين على سبيل العسف، أي التعسف. التعسف هو التكلف، والتكلف ليس مقبولا في أدب الدين وفي العلوم وفي الأحكام، والله عز وجل لا يحب المتكلفين ولا يحب المتنطعين ولا يحب الخارجين عن الأدب الشرعي والاعتدال الديني. فكثيرا ما كانت تشغله في شروحه قضية التعصب والميل لمذهب على سبيل العسف، فكلامه في هؤلاء الذين يتعسفون وليس كلامه في أولئك الذين لهم مذاهب فقهية معتمدة وهي الأربعة المشهورة التي قدر لها الشيوع والقبول في العالم إلى يومنا هذا. يقول رحمه الله إن قضية التعسف
لا تنبغي، وأن هناك فرقا بين التعسف وبين التمذهب. فالتمذهب مع إبصار الدليل، والتمذهب مع الذهاب إلى الدليل، والتمذهب مع نصرة الدليل. وأما مع الميلان من غير دليل فهذا لا يحمده ابن دقيق العيد، ولا يحمدونه كثير من المحققين. يقول رحمه الله: فنذكر ما بلغنا مما استدل به أصحاب المذاهب لمذاهبهم، أو يمكن أن يستدل به لهم. شوف من سعة علمه أنه أحيانا لا يجد أدلة لمذهب فيلتمس لهم ما قد يستدلون به على فرعية من فرعية فقهية لم يجد لها دليلا ظاهرا فالتمس لهم دليلا. قال: أو يمكن أن يستدل به لهم. هذا من فرط اتساع العلم والإحاطة بفروع الفقه. فإن كان وجه الدليل ظاهرا، شوف ماذا يقول، يرجع إلى الظاهر. لاحظ، لأن هذا العلم يرتبط ببعضه لا يمكن أن ينفك. والقراءة العظيم والمنهج العظيم هو منهج فاسد، وهو من أخذ شيئا وترك شيئا. لا بد أن تربط فقرات العلم ببعضها، وأن تكون مرتبطة ملتحمة متينة مشبوكة بسلسلة قوامها متين. لا بد من ربط العلم ببعضه. قال: فإن كان وجه الدليل ظاهرا وإلا بدأنا ببيانه ثم نتبع ذلك بما عساه يذكر في الاعتذار عن مخالفة ظاهره إن تيسر ذلك. شوف ماذا يقول: سوف أذكر دليل الفقهاء فيما ذهبوا إليه، فإن كان وجه الدليل ظاهرا فذاك، وإلا بدأنا ببيانه ونتبع ذلك بما يذكر في الاعتذار عن مخالفة ظاهره إن تيسر ذلك. أي من أدب العلم إن تركت الذهاب إلى ظاهر من ظواهر النصوص وجب عليك أن تذكر لماذا تركته، ما هو عذرك في ترك الظاهر. ليس ترك الظواهر هكذا شهوة أو مزاج يبدو لي فأترك الظاهر، لا هذا الظاهر مصروف، لا هذا الظاهر متروك، لا هذا الظاهر غير معتمد، لا هذا الظاهر مؤول بيقين. لا، إن كان مؤولا فجئ بدليل التأويل. ها هو يقول: سوف نبين ونعتذر. شوف حتى الأدب، يقول العلماء: الاعتذار عن هذا الظاهر. ما معنى الاعتذار؟ الاعتذار عن الظاهر ما معناه؟ أن الأصل هو الظاهر، وأن الذي لم يذهب إلى الظاهر خرج عن الظاهر، ووجب أن يعتذر عن الظاهر، أي أن يكون متابعا لأدب العلم، وأن يلتمس طريق الاعتذار عن الظاهر، وهو أن يأتي بما يدل على ترك هذا الظاهر. وأن دليل التأويل أو الانصراف عن الظاهر هو كذا وكذا وكذا، فيبين فيرسخ رحمه الله لهذا الأمر. قال التاسع: الإعراض عما فعله كثير من الشارحين من إيراد مسائل لا تستنبط من ألفاظ الحديث، كمن يأتي إلى حديث يدل على جواز المسح على الخفين فيأتي أو الاستنشاق أو الظهار أو الإيلاء مثلا، فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطة من الحديث الذي تكلم فيه، وإن أمكن فبطريق مستبعد. هذه قضية تقع في بعض كتب الشروح. يقول ابن دقيق العيد: لم أرتضي هذه الطريقة ولم أحمدها ولست أسير عليها، وهي ما فعله من أبناء زمانه من أنهم يأتون إلى حديث في الاستنشاق أو في الوضوء أو في الإيلاء أو في الظهار أو في الجهاد أو في أي معنى من معاني الشرع، فيأتون إلى هذا الحديث لشرحه، وإذا به يأتي بمسائل الباب كاملة، فيقول: المسح على الخفين الأول، الخفان كيف يكونان من جلد
مجلدة أو منعلة، والخف يغطي محل الفرض، والخف كذا، وأخفاف الناس القديمة كانت كذا، والشروط وكذا، فيذكر مبحثا كاملا في الخف كاملا. وإنما كان يجدر به أن يشرح الحديث وأن لا يطيل بذكر مسائل الباب. قال كرجل في المسح على الخفين أو في الاستنشاق، فيذكر كل المسائل المتعلقة بالباب. هو لا يحمد هذا المنهج ويقول إنها خارجة عن الاستنباط، لأن المستنبطات التي جاء بها لهذا الحديث لا تستنبط من الحديث، وإنما هي أحكام الباب. ففرق بين أحكام باب كباب المسح على الخفين، أحكامه وآدابه هي كبيرة واسعة، وبين حديث ورد فيه المسح على الخفين لبيان الجواز وما فيه من أحكام وآداب تتصل بالحديث، لا أن يأتي بمسائل الخفين كاملة وبمسائل الإيلاء والظهار كاملة، فإن هذا يثقل شرح الحديث ويخرج الناظر فيه، يخرجه عن تأمل شرح الحديث إلى الغوص في فروع الفقه، فتصبح قضية فقهية كبيرة ومسألة واسعة الأطراف بعناوينها وفروعها وما يلزم فيها. قال لا أحمد هذا الفعل، وقد أعرضت عنه ووجدته عند بعض الشارحين. فيشرح الحديث ويستنبط منه ما يمكن استنباطه من الحديث. العاشر، ترك ما فعله قوم من أبناء الزمان ومن يعد فيهم من الأعيان، من أبناء الزمان ومن يعد فيهم من الأعيان، فأكثر من ذكر الوجوه في معرض الاستنباط، واسترسلوا في ذلك استرسال غير متحرز ولا مختار، فتخيلوا وتحيلوا، وأطالوا وما تطولوا، وأبدوا وجوها ليس في صفحاتها نور، وذكروا أوهاما لا تميل إليها العقول الراجحة ولا تصور. هذا الذي ينكره يقول إن بعضهم في كتب الشروح سلك منهجا لا أرتضيه ولا أفعله ولا أقبله، وهو أنهم أكثر من ذكر وجوه الاستنباط أو ذكروا الوجوه في معرض الاستنباط، وأكثر من ذلك وتخيلوا وربطوا، وكل ذلك لا يتعلق بالحديث إلا على وجه بعيد. قال وصلوا إلى أن يذكروا صفحات ليس عليها نور، ليس عليها نور العلم، ويكفي أن عالما يصف صفحات من الشرح للحديث أن ليس عليها نورا، وذكروا أوهاما لا تميل إليها العقول الراجحة ولا تصور، حتى نقل، اسمعوا، عن بعضهم أنه ادعى الاستدلال على جميع مسائل مذهبه الذي تقلده من الكتاب العزيز، حتى إن بعضهم من فرط ما ارتكب من هذا الاتساع في ذكر الوجوه أثناء الاستنباط، قال إنه ادعى هذا الإنسان أو هذا العالم أو المنسوب إلى العلم، ادعى أنه يستطيع أن يستدل على جميع فروع مذهبه من القرآن، وهذا دونه خرق القتال، إذ أن القرآن الذي يجمع عليه علماء القرآن أن أحكامه مجملة، فأين تجد تفاصيل الأحكام في القرآن إلا قليلا؟ لا تجد تفاصيل أحكام الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا بعض أحكام الحج، لا تجدها في القرآن، وإنما القرآن منهجه إجمال الأحكام، وبيان هذه الأحكام موكول إلى السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة هي بيان القرآن، ولذلك بينت الربا، والربا غير مبين في القرآن، حرم الله الربا في القرآن ولم نعرف في أي شيء يدخل الربا، فبينت السنة أنه يدخل في الذهب بالذهب
والفضة بالفضة، والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، فذكرت ما قوامه الاقتيات والادخار كما يقول المالكية، فهو الذي يكون ربا. فما كان من هذه الأصناف وما كان فيه معناها من علتها مقتاتة مدخرة فلا يجوز فيها ربا الفضل، ولا يجوز فيها ربا النسيئة، مع المماثلة، مع المماثلة، قمح بقمح. أما إذا قلت قمح بتمر يجوز، إنما يشترط فيه التقابض في المجلس هاء بها، والمفاضلة جائزة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، على أن يكون يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، على أن يكون يدا بيد، وهو التقابض في المجلس تجنبا للوقوع في النسيئة. إذن يشير إلى طريقة تعصب فيها صاحبها وزعم أن فروع المذهب كله سوف يأتي بها جميعا من القرآن الكريم، وأن له أن يفعل ذلك. صحيح أن بعض الأصوليين ومنهم الشاطبي رحمه الله يقول إن كثيرا من الأحكام الواردة في السنة إشارتها المجملة في القرآن، وهذا ليس هو الذي يقول هذا، فإنه سوف يقول كل التفاصيل يقول ستأتي من القرآن. وانظروا إلى حديث الباب: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. من أين عرفنا أن ميتة البحر حلال؟ ومن أين عرفنا أنه حلت لنا ميتتان ودمان؟ والقرآن يقول حرمت عليكم الميتة والدم. الميتتان السمك والجراد، الدمان الكبد والطحال، وهما دمان، والله حرم الدم واستثني هذان من الدم، والاستثناء وارد في صحيح السنة، وعليه العلماء قاطبة. فإذا ابن دقيق العيد لا يدخر وسعا ولا يفطر ولا يفطر ولا يمل ولا يكل ولا يسكت ولا يصمت إذا وجد ما يشير إليه من الانتقاد في منهجه لما حصل لبعض من تقدمه. فكما أن من مناهج العلماء في الإنصاف هو ذكر مزايا من تقدم وذكر من سبقك بالتأليف أن تذكره، فإنه أيضا من الإنصاف أن تقول إن هذا الذي حصل من هذا هو خلاف العلم وخلاف الأدب في التفكر، فكلاهما مطلوب، أن تشيد بمن سبق وأن تنتقد أخطاء من سبق، وكلاهما في مناهج العلم، وما زال العلماء ولا يزالون ومنذ القديم هم ينتقدون العلوم وينتقدون المناهج وينتقدون بعضهم ويعيب بعضهم على بعض ما فعل في تأليفه، وذلك أمر علمي ومنهج رصين، وهو لا يخل منهم بمروءة ولا يبعث على عصبية أو حمية، فالأمر كان عندهم علميا، ومن ثم ساد الردود والانتقادات والتعقبات والاستدراكات سادها الأدب. انظر إلى أدب ابن دقيق العيد كيف يرد على من سبقه، قال: إن هذا عجب أن يدعي أنه يستدل على فروع مذهبه كلها من القرآن العزيز، كيف يجد ذلك وأن له أن يكون له ذلك. قال: الحادي عشر: تهذيب كثير مما ذكر الشارحون للحديث وتلخيصه والتحقيق فيه والمؤاخذة فيما عساه يؤخذ على قائله، يؤخذ على قائله. نعم. قال: تهذيب كثير مما ذكره الشارحون للحديث. التهذيب منهج مطلوب، والتهذيب هو تهذيب أصل الكتاب بحذف
أو الاستغناء عما يمكن أن يستغنى عنه، وإبقاء قوائم الكتاب وأعمدة الكتاب وأصول موضوع الكتاب وعدم التفريط فيها، فيستغني عما هو مكرر، ويستغني عن تكثير أمثلة فيأخذ مثالا منها دون أربعة من الأمثلة أو خمسة، ويجد أن بعض الاستطراد ليس محتاجا إليه في الكتاب فيحذف الاستطراد ويهذب، فيهذب ويلخص، والتلخيص له أصول. وإذا رجعت إلى تعريف العلماء للتلخيص، ومن أحسن ما قرأت في التلخيص يا شباب وما نسيته هو ما قاله برهان الدين البقاعي تلميذ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت الوفية بما في الألفية، وهي نكت على ألفية العراقي، ويتعرض لابن الصلاح ويتعرض للعراقي، وهي نكت كباقي كتب النكت على في علوم الحديث. ذكر هناك كلاما في التلخيص من أحسن الكلام وأكثره فائدة، التلخيص. فليس التلخيص هي أن تأتي والكتاب في حجم معين فتجعله نصفا وتقول أنا لخصته وتعتمد على حذف أوراق، لا، يجب أن تراعي أصول الكتاب واعتماد المؤلف على أي شيء يعتمد، موضوع الكتاب، أصوله، معناه الذي من أجله، إنما الاختصار والتهذيب إنما هو كاسمه، أنت تختصر وتلخص وتهذب، فابقى مع هذه المعاني، لكن لا تجري على الكتاب بأن تحذف أصوله وما قام عليه الكتاب وتقول أنا لخصته، فلا يكون نافعا للناس أبدا. قال رحمه الله في 11: تهذيب كثير مما ذكره الشارحون للحديث وتلخيصه. التهذيب والتلخيص يقتربان من بعضهما. التلخيص ينصب على ما يمكن الاستغناء عنه، والتهذيب هو داخل ما يمكن إبقاؤه، يهذب. فتهذب وتبقي وتلخص وتزيل، تهذب وتبقي وتلخص وتزيل، هكذا يلتزم ابن دقيق العيد. والمؤاخذة فيما عساه يؤخذ على قائله أو يؤخذ به قائله. المؤاخذة وهي المناقشة، وهي التخطئة، وهي التقويم، وهي النقد، وهي التصحيح، وهذه أمور ثابتة في علوم الإسلام لا يمكن الاستغناء عنها، إنما يجب أن تكون بقواعدها الأدبية ومعانيها الشرعية، فليست الردود عدوانا على أحد، وليست الردود شتما ولا نقيصة أو تنقيصا، وليس الناس ينتظرون أن تزل قدم ليكون له بالمرصاد، أنت فعلت وأنت فعلت وأنت تفعل، وأنت لم تشم رائحة العلم، وأنت جاهل، وأنت أضل من حمار أهله، وأنت الذي، وأنت وأنت. في ما تشوف من يقول هذا الأسلوب فاعلم أنه يريد الخصام، والخصام مرفوض لأن الله نهى عن الخصام وقال بل هم قوم خصمون أي جدلون، فنهى عن المخاصمة وعن الجدل العقيم الذي لا فائدة من ورائه، إنما هي مجادلة علمية ومطارحة علمية وأخذ وعطاء ومناقشة مع حضور الأدب وبقاء المروءة وحفاظ العبارة، يجب أن تحافظ على عبارتك وألا تكون ممن يسبقه لسانه بالكلام الجارح
لا، ما أحد من أهل العلم كان يقبل ذلك. انظروا إلى مالك بن أنس الأصبحي إمام الأئمة الحبر، الإمام شيخ الإسلام والمسلمين وإمام أهل الحجاز، والذي تنقضي العبارات دون وصفه وتحشح الأساليب عند ذكره رحمه الله ورضي عنه. لما نقل إليه أن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب السيرة، وهو عصريه، كان في عصره، قال اعرض علي حديث مالك فأنا بيطاره، فغضب مالك وقال انظروا إلى دجال من الدجاجلة يقول اعرض علي حديث مالك، وهل ابن إسحاق في درجة أن يعرض علي حديث مالك؟ هذا اللعب. حديث مالك يعرض على ابن إسحاق؟ ما عرض على ابن عيينة ولا على الثوري ولا على غيرهما من أقرانهما من كبار المحدثين، أفسيعرض على ابن إسحاق الذي هو ضعيف في الحديث وإنما هو إمام في المغازي والسياق، وأما في الحديث فعنعنته غير مقبولة لأنه مدلس، بل هو ضعيف في الحديث وهو راوي السياق ابن إسحاق. فغضب مالك وقال مقولته المشهورة. وهكذا، فإذا ما الذي يكون معه رد الفعل شديدا؟ هو أن البادئ أظلم، البادئ أظلم، فالبادئ بالعدوان، والبادئ بالهجوم، والبادئ بالتجهيل والتخطئة والكلام الذي لا يليق أدبا هو البادئ. فمن بدا بشيء من القبح فلا يستبعد أن يرد عليه بقبح أقبح منه، لا يستبعد، فقد يرد عليه بقبح أقبح من قبحه. وإنما يوصى المنتسبون إلى العلم الشرعي بمناقشة العلوم وعدم المجاملة فيها على حساب الحق وإظهار الحق الذي يعتقدون وفق أدلة الشرع مع بقاء الأدب. وقد قالوا جميعا سوف نناقش مناقشة لا تخل منا بمروءة ولا تدخلنا في حمية أو عصبية أو جناية، كلهم كانوا يقولون هذا الكلام يصدرون به كتبهم لأجل البيان أو لأجل الردود والانتقادات والاستدراكات التي يستدركونها على بعضهم. والمؤاخذة فيما عساه يؤخذ على قائله، وهذه المناهج يسطرها طالب العلم في المراحل العليا لأجل أن يستنير بها ولأجل أن يسطرها أدبيات وقواعد علمية، فقد تقدم فيها شيء مما يسطره الطالب يصلح له أن يكون فيما يكتب. فالإشارة إلى السابقين مطلوبة لأن السابق مفضل والسبق فضل بلا شك، السبق في العلم فضل، من سبقك فضله الله عليك وقدمه الله عليك، وطبقته في العلم أعلى من طبقتك، فوجب أن تستشعر هذا الأمر وألا تغمره، ألا تجعله مغموما وألا تتجاهله وألا تغمطه حقه كما يحصل اليوم، كما يحصل اليوم، وكله راجع إلى نقص اليقين في نفوسنا. فإن عظم يقيننا وانتفعنا بعلومنا وجدنا أنفسنا نحمد الله على قليل العلم أو كثيره، وما من الله به نحمد الله به، نحمد الله عليه قل أو كثر. النصيب الذي قدره الله هو هذا، ولا يدفع ذلك إلى جناية ولا إلى هجوم، ولا يجب على الإنسان أن يكون في هذا الباب في غاية من الأدب وعفة اللسان وحفظ الحدود، وأن لا يكون متهورا
وألا يكون مندفعا متحمسا، فإن تلك الحماسة لا تأتي بخير، ويفهم أنه في صراع وفي منازلة وفي ملاكمة. ولا ندري أن بعضهم دائما يبدأ هكذا في الكلام، وإنما العلم البداية بالأدب، والحث على الأدب، وذكر الحق وذكر الدليل، والتحذير من مخالفة الدليل، والتحذير من الجنايات على النصوص الشرعية بتأويل متعسف كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله. وإنما الوصية بهذا وما كان على شاكلته، والتحذير من هذه وما كان على شاكلتها، هذا الذي ينبغي لنا في أبواب العلم. وقد قال في بداية كلامه رحمه الله: إن الفقه في الدين هو من أعظم ما يمن الله به على عباده، وأن المتفقه في الدين هو ممن أكرمه الله بهذا الفقه وأراد الله به الخير، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه هي الأمور التي ذكر، وصلنا إلى الثاني عشر. وقبل ذلك ذكر أمورا تقدمت، لا أظن أنني بحاجة إلى أن أرجع إليها، فإننا تكلمنا عنها في حصة ماضية، ولو على وجه الاختصار كان بودي أن أطيل الكلام في بعض الأشياء، ولكن يجوز أن نعد بها محاضرة أخرى في وقت لاحق، وهي أن تكون في بيان الفرق بين منهجي المحدثين والفقهاء في تصحيح وتضعيف الحديث، وهذه تحتاج إلى محاضرة قائمة عسى أن تقدر مع العرض على الأستاذ نهيل الغمالي المسؤول عن القسم أو عن المختبر. فإذا حصل شيء من الاتفاق فهي تكون محاضرة لبيان الفرق في النماذج العملية، وكيف يصحح المحدثون الحديث وكيف يصحح الفقهاء وماذا يختلفان. فتجد الحديث عند المحدثين ضعيفا وتجده عند الفقهاء صحيحا. وضربت المثال بحديث معاذ في الاجتهاد لما قال: وإذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أجتهد رأيي ولا آل. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله. بهذا اللفظ روي هذا الحديث وهو ضعيف عند المحدثين، وراجع ما قاله صاحب المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر بدر الدين الزركشي، فقد جاء بكلام الفقهاء في تمشية هذا الحديث وقبوله ويعتمدونه ويذكرونه في كتب الأصول ويحتجون به، والمحدثون لا يعرجون عليه لأنه ضعيف عندهم. هذه مادة درستها لطلاب السلك الثالث قديما في سنة 1990 بنمسي، كلية الأدب بنمسي 1990، درسوهم هذه المادة اللي هي الفرق بين مناهج المحدثين والأصوليين والفقهاء في تصحيح الحديث وتضعيفه. سيكون بحثا يحتاج إلى وقت لأجل ذكر بعض النماذج التي وردت فيه وشرحها وبيانها. والله عز وجل ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا شيخنا على هذه المحاضرة القيمة المباركة، وهذا ليس بغريب عنه حفظه الله، فهو تخصصه وميدانه وفارسه الحديث النبوي وعلومه. ونذكر أن هذه المحاضرة
هي تابعة لمحاضرة سابقة وتدخل في المحاضرة الشهرية لمختبر العلوم الإسلامية والإنسانية ودورها في البناء الحضاري. وشيخنا حفظه الله فصل كل شيء في هذه المحاضرة واحتلى نطيل لعلنا نفتح باب الأسئلة لمن أراد الاستفسار ولمن أراد أن يسأل الشيخ فليتفضل من الحضور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. نشكركم جميعا. عندي موضوع في مسألة الربا. فعل الأبناك الإسلامية التي ظهرت وتحلل شراء مثلا الشقق، هل هذا شيء منطقي أم لا زال فيه الربا؟ أم كما يقولون أين أذنك فيقول لها هذا من الجابق؟ يعني تحايل على الدين الإسلامي، هل الموضوع منطقي أم لا زال فيه شيء من حتى كما قال أحد الحويه؟ شكرا جزيلا.